خليني بعد أروح معك رؤى مشاهدينا في مقطع متداول لإحدى أطباء الجلدية والتجميل واللي كشف فيه عن مدى فعالية الشاي الأخضر السحرية في علاج حب الشباب ومسامات الوجه وأيضا بأنه يحافظ على كولاجين البشرة ونصح بتناوله بشكل يومي. نتكلم عن مدى فعالية الشاي الأخضر في علاج مشاكل البشرة وينضم لنا عبر الاتصال والهاتف الدكتور أحمد الموسى طبيب استشاري في أمراض وجراحة الجلد والليزر. حياك الله دكتور أحمد. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، مساكم الله بالخير. شاكر لكم الاستضافة وتسليط الضوء على موضوع جدا هام وشائك. طبعا ما يخفاكم فوائد شرب الشاي الأخضر كمضاد للأكسدة، لكن إذا تكلمنا عن فائدته كعلاج ناجع هذا الموضوع يتطلب العديد من الدراسات. وقد تكون المعلومات اللي تم تداولها مؤخرا عبارة عن ملاحظات ومشاهدات لبعض المرضى، أو قد تكون أيضا بعض الدراسات الأولية، لكنها لا ترتقي بالاكتفاء باستخدام الشاي الأخضر كعلاج موثق. طبيا لابد من وجود دراسات محكمة ومقارنة للعديد من الأصناف لمعرفة أيضا الجرعات اللازمة للوصول للجرعة العلاجية من الشاي الأخضر. طيب بشكل عام دكتور أحمد، لو تقول لنا إيش هي أبرز المشكلات اللي ممكن يعالجها الشاي الأخضر، بما أنه يعني ذكرت من ضمن جوابك أنه مضاد للأكسدة، فبالتالي إيش الأشياء المتوقعة، يعني بغض النظر عن الدراسات، إيش الأشياء المتوقعة أنه ممكن أنه يعالجها الشاي الأخضر؟ طبعا إلى الآن علميا لا يوجد يعني ما يثبت فعالية الشاي الأخضر في علاج أي من الأمراض الجلدية بشكل قاطع وفعال. هي فقط قد تكون لها دور في المساهمة في تأخير عوامل الشيخوخة ومضادات الأكسدة بعد استخدام الفترات طويلة وبأنواع جيدة وكميات مناسبة، لكن كعلاج فعال لأمراض جلدية يعني حتى الآن لا يوجد من الدراسات القوية المحكمة ما يثبت ذلك. طيب دكتور أحمد، في ناس تستخدم استخدام آخر، يعني تستخدم علاج للبشرة مثلا زي التونر ويحطونه في الوجه، فماذا فعالية هذا التونر؟ طبعا موضوع التونرز أو الكلينسرز أو بعض المساحيق اللي تستخدم للبشرة قامت كثير من الشركات مستلزمات التجميل بإضافة عناصر لها لإيجاد إضافة فعلية، لكن هل هو ذات جدوى فعالة جدا؟ لا أستطيع أنه أجزم بذلك، لأنه زي ما قلت لك الآن لا توجد أي دراسات تثبت ذلك. طيب. لكن في جزئية مهمة أيضا يعني أود أن أوضحها، أنه القابلية الجينية للمستخدمين أيضا لها دور هام، فقد يكون مثلا في بعض المناطق يمكن في شرق آسيا يكون العلاج أو الاستخدام الشاي الأخضر في بعض المستحضرات ذو فعالية، بينما يمكن لدى شعوب وسكان آخرين مناطق أخرى من العالم أقل فعالية. صحيح. طيب دكتور، هذا من ناحية الفوائد وغيرها، لكن لو نتكلم على الجانب السلبي من خلينا نقول من بعض مستخلصات أو التركيبات الموجودة في الشاي الأخضر بحكم يعني وجودك في هذا المجال أكثر، هل مثلا صادفت بعض المرضى اللي يعانوا من تصبغات بسبب استخدام مركبات الشاي الأخضر بطريقة أو بأخرى، فبالتالي أثرت بشكل سلبي أو سببت لهم بعض الأضرار على البشرة؟ فعلا يعني أشكر صراحة لطرح هذا الموضوع. الإشكالية أن في كثير من المواد الطبيعية لا يمكن الحفاظ عليها بشكلها الفعال إلا بعد إضافة كثير من المواد الحافظة لها. وهذه المواد أغلبها مواد كيميائية طبعا، وكثير منها قد يكون من أهم مسببات الحساسية.
واضح. تنتهي المريضة في ليس فقط يعني بعدم الاستفادة، لا، قد ينتهي الموضوع بها إلى أخذ علاجات أخرى. صحيح. لعلاج يعني الأعراض الجانبية لهذه المواد الحافظة. نعم، أكيد. نشكر مداخلتك اليوم معنا دكتور أحمد الموسى، شكرا جزيلا لك، وشكرا على جميع التوضيحات اللي ذكرتها لنا خلال هذه المداخلة.